ابغى اقدم واعطي حتى نسعد الجمهور من خلال الاشياء اللي احنا نقدمها. يعني هذا شيء يعني طولت عليه كثير، لكن طيب يعني اعلامي ولا مشرف برامج واقعيه ولا رجل اعمال او رب اسره، يعني وش الاسم المحبب لك؟ وبرضه وش التوجه اللي انت تمشي يعني فيه؟ بتاع كله بتاع كله. والله انا الاقرب لي طبعا ما اجمل انسان يعمل عمل وهو يحبه زين. الإعلام بالنسبة لي أنا محبوب. أنا في يوم من الأيام عملت مدرس معلم وصرت مدير مدرسة، وهي يعني فخر وشرف لي، لكن ما أجد نفسي كثير في هذا الأمر لأني جربت الإعلام. فلما وجدت شغفي في الإعلام فأحببت الإعلام كثير، وجدته الأقرب إلى قلبي كثير، سواء عبر السوشيال ميديا أو عبر الشاشات والفضائيات، فهي الأقرب لي والأسرع وصولا للناس، فبها يتحقق كل ما أريد وبس. طيب